وإن كان فاز الوداد كذلك لكان مستحقا نظرا لمسار الفريقين. أظن بأنه أنا كما وعدت بعد المقابلة الأخيرة هنا فير بلاي لعبنا لو جو ديالنا، اللاعب النظيف سي امبورطون، خصنا نحترموا مبدأ تكافؤ الفرص، خصنا كذلك خصنا نحاربوا جميعا الثقافة ديال التخوين والتشكيك والمؤامرة. فريق الجيش الملكي فريق مؤسس، الناس محترمين هما اللي تيسيروه، تركيبة بشرية يحلم بها أي مدرب، قاعدة جماهيرية زعما مثالية. أنت شتي في طنجة حضروا بكثافة كبيرة بدون يعني بدون شغب، تشجعوا الفريق ديالهم، صبروا معاه يعني رغم زعما مالغري لا فيزيونومي ديال الماتش كان عليهم ضغط كبير. مي تنظن بأنهم حنا احترمناهم وهم احترمونا، واللي شاف المقابلة لا في بنو بطوطة لا عبر الشاشة ما ضيعش وقته. خمسة الأهداف في مقابلة كهذه حاسمة في تحديد هوية البطل مع فريق اللي ما عنده ما يخسر، أظن بأنه تلقينا الإشادة بالبقاء. سوف نتلقى الإشادة لأننا لعبنا بروح رياضية ودون ترجيح كفة أي طرف. بالنسبة لتدبيرنا للمسار، المسار ديالنا مسار استثنائي، رومونتادا خرافية أظن بأنه لن تتكرر في السنوات المقبلة. فخور باللاعبين، الطاقم التقني والطبي والإداري، السيد الرئيس كذلك ومكتبه مكتب عمله، المسؤولين على الشأن المحلي، يعني كالالتفاف حول الفريق. كان تغليب المصلحة العامة واللوغو فوق كل اعتبار، المصالح الشخصية درناها جانبا، والحمد لله الجزاء من جنس العمل. هنيئا لطنجة بهذا، أنا شخصيا أعتبره إنجاز غير مسبوق، لكن الجمهور الطنجاوي بارك عليهم الضغط. سنهيئ فريقا قادرا على مقارعة الكبار، قادر على إنهاء الدوري في المراكز جد متقدمة، والله ولي التوفيق.